عسلامة الناس الكل، مرحبا بيكم في قناة التلميذ النجيب اللي بتلقى فيها دروس دعم وتدارك مجانية عن بعد لجميع المستويات وفي كل المواد. كان عجبكم المحتوى متاعنا اعمل ابوني للقناة وجيم للفيديو كان عجبك بالطبيعة، وكان ثم اي استفسار ولا تساؤل خلينا في تعليق، الروابط متاعنا كلهم في ديسكريبسيون في التعليق المثبت. اليوم ان شاء الله باش نخدمو فرض مراقبة عدد 3 في مادة التاريخ المستوى سنة 7 اساسي، والمحتوى باش يكون فرض مع التفسير. صاحب العمل قناة التلميذ النجيب او صاحبة العمل قناة التلميذ النجيب، شجعونا لان الخدمة هذه تعبتني برشا، لذا تقديرا لتعبي وتشجيعا ليا وباش هكاك القناة تطلع بالدعم. ادعمونا ادعمونا، اعملوا جيم كومنتير وبرتاجوا الخدمة باش هكاك توصل اكثر عدد ممكن من المشاهدات. ما نطورش عليكم، خلينا نبدأ مع بعضنا في الفرض. باهي، بالنسبة للتلامذة اللي مش فاهمين دروس التاريخ، بالنسبة للتلاميذ السنة 7 أساسي بالطبيعة، راكم إن شاء الله كنا لقيت منكم دعمة ونهبط لكم ملخصات ونفسرها لكم بطريقة مبسطة كما العادة. ما يتعجبكم طريقتي وتعجبكم طريقتي في الشرح وطريقتي مبسطة إلى آخره كما قلت لي المرة اللي فاتت، هذاك علاش قررت باش نهبط لكم دروس التاريخ كان لقيت دعم. باهي، نبداو بالقسم الاول. كما نعرفوا الفرض تعودنا به تقريبا، الفرض مراقبة عدد 3 عودتكم به وتعودتوا الناس الكل به، وتقريبا تعديتوا برشا فروض المراقبة وتعودتوا على فروض المراقبة اللي هي تتكون من زوز اجزاء في فروض المراقبة في مادة التاريخ والجغرافيا. حتى في المدنية تبدا القسم الاول والقسم الثاني. القسم الثاني باش يكون فقره انشائيه، وبالنسبه للقسم الاول يكون فيه اسئله تعاريف جداول الى اخره وكالدنيا هذيك الكل. تبدا انت حافظ تعمر القسم الاول نتاعك، القسم الثاني تجيو تتكونسا حاصلوا ادم نفسر لكم كيفاش تخدموا القسم الثاني. فسرت لكم في الجغرافيا او كان رابط في صندوق الوصف، ودوا باش نفسر لكم في التاريخ. نبداو بالقسم الاول اللي هو باش يكون على 8 نقاط. حدد تواريخ الأحداث التالية ثم رتبها على السلم الزمني. باهي، عندنا أحداث باش نرتبوها على السلم الزمني. البروجرام اللي نخدم به للأسف ما نجمش نخدم به سلم زمني، لذلك حطيت لكم كل حدث حطيت لكم قدامه معناها التاريخ متاعه. هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، ظهور الإسلام، وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وولادة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أشرف الصلاة وأزكى السلام. به كل واحدة عندها التاريخ متاعها. إذا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب اللي هي المدينة توا حدثت عام 622 ميلادي. هو هاجر من مكة إلى المدينة اللي هي يثرب، توا المدينة وقبل اسمها يثرب، هاجر لها عام 622 ميلادي. ظهور الإسلام، ظهور الإسلام عام 610 ميلادي ظهر الإسلام. وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عام 632 ميلادي، وولادة الرسول صلى الله عليه وسلم عام 570 ميلادي. هذا كان بالنسبة للسؤال الأول، تعطيته للسؤال الثاني. وتمموا بما يناسب ظهور الإسلام في منطقة فراغ في مدينة فراغ. الأنصار هم فراغ. ظهور الإسلام في منطقة شبه الجزيرة العربية كما ريناها في الدرس في مدينة مكة. الأنصار هم المسلمون في مدينة يثرب. هكا كان كملنا القسم الأول. باش نمشي للقسم الثاني، باش نعطيكم نصائح للقسم الثاني تنجموا تخدموا بها. القسم الثاني اللي هو يبدا فيه موضوع، يعطيك موضوع جمله جميلتين وانت باش تبحر، تجيب برشا حاجات من مخك، تجيب برشا حاجات من ثقافتك العامه، حاجات 90% من اللي يبدو من الدرس الحاجات اللي باش تحطها له. باهي، اول حاجه الالتزام بالموضوع، يعني كيفاش نلتزم بالموضوع، مش هو يحكي لي على التاريخ يحكي لي في حاجه في التاريخ وانا نبدا نمشي نجيب شويه من الجغرافيا ونجيب من المدنيه حاسيل ونجخلط ندخل الدنيا بعض. التزم باللي انت فيه، طلب منك فقره متماسكه اعمل فقره متماسكه، ما تعملوش مطاط. اطلب منك ديما الفقره هذه شنو تتضمن، لا تزيد لا تنقص. الفقره شنو معناها لا تزيد لا تنقص؟ مش هو مثلا المراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية في مدينة مكة وموقف قريش منها،
باه هذا هو طلب، ولا انت تمشي تحكي له؟ اش معنى الزيادة المبالغة في الموضوع؟ هو قال التي مرت بها الدعوة الإسلامية، انت تمشي تحكي له على مدينة مكة، وزيد تحكي له على مدينة يثرب، عفوا هذا على يثرب، وزيد تحكي له على موقف قريش، وزيد تحكي له على وين تقع شبه الجزيرة العربية وتدخلها في الجغرافيا، وبرا عاد كان مزبطش من حقوق الواجبات، ديما نلتزموا بالموضوع، شنو أعطاني الموضوع، شنو اللي طلبوا مني الموضوع نعمله. وحاجة أخرى أنك تنقص، يطلب منك الدعوة الإسلامية في مدينة مكة، مازلت ما كملتش قريت، وش دير اكتب 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 اكتب، وأنت مازلت ما كملتش قريت، راه يلزمني نكمل نقرا ونلتزم بالمطلوب. هذه النصيحة الثانية. وتوا خلينا نلتزموا بالنصائح اللي كنت ننصح فيكم فيها. حرر فقرة متماسكة، سوف أقوم بتحرير فقرة متماسكة. ما معنى فقرة متماسكة؟ لا نعمل نجم، لا نعمل مطاط، لا نكتب في سطر ونعمل شطرة ونرجع لسطر الأخر، كمل سطري ونرجع بعد. متماسكة تتضمن المراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية. الدعوة الإسلامية مرت بزوز مراحل، هي مرت بزوز مراحل. المرحلة الأولى كانت سرية، والمرحلة الثالثة ونشوفوها في الفقرة هذه. انت مرت بها الدعوة الإسلامية وين؟ في مدينة مكة. ما حكي ليش على يثرب، يحكي لي على مكة، يعني باش نعمل له في فقرة المراحل اللي مرت بها الدعوة الإسلامية في مدينة شكون؟ في مدينة مكة. وقريش شنو الموقف نتاعهم؟ قريش اضطهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ خاطر هو جاب الدين الإسلامي الجديد، حب ينشر الدين الإسلامي الجديد. وكيف حب ينشر الدين الإسلامي الجديد؟ قريش عارضته واضطهدته، أي بمعنى أنها عذبته، إلى أن اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم للمهاجرة من مكة إلى المدينة اللي هي كانوا ينادولها يثرب، اللي هي المدينة المنورة. باهي انت ما فهموها في شكل حكاية باش نجمو باش تحفظوها، معنى باش نجمو تحفظوها لازم تفهموها في شكل حكاية. ومن وقتها ولينا نعدو 1 هجري، 2 هجري، 3 هجري، 4 هجري، هكاك. وعمل الغزوات، وبعد ما مات شدوا خلفاء في بلاصتو، وصارت الفتنة الكبرى. انا تو قاعده افسر لكم في الدرس رغم انه انا فرض ماهوش درس، لكن حاول اني افسر لكم. صارت الفتنه الكبرى اللي هي اول مره يوصلوا المسلمين يتعاركوا بين بعضهم، اللي هي نكته سوداء في قلوب العرب. والفتنه الكبرى هي انه المسلمين اول مره يوصلوا يتعاركوا في بعضهم، يعني هي نتيجة شنو؟ انه نتيجة سياسة عثمان، نتيجة سياسة عثمان بن عفان. علاش؟ على خطر طريقة ادارته للدولة. مثلا عنده قريبائه يحطهم في مناصب، يعني وهم ما هماش معناها بالقدر نتاع انه يشدوا المناصب هذيك، فهمتوا؟ فما البعض رفضوا السياسة أو طريقة إدارة عثمان بن عفان للدولة، اللي هو معناها كان يحط في أقربائه وناس قراب ليه يحط فيهم في مناصب هما ممكن ما هماش قدها، معناه لذلك تم قتله في داره. وتمت مبايعته. ما معنى مبايعته؟ يعني اختيار علي بن أبي طالب اللي هو من 13 هجري حتى 23 هجري، تواصل في عهده فتح بلاد الشام وبلاد فارس، وين موجودة بلاد فارس؟ اللي موجودة في إيران والبيزنطيين ومصر. به الذي تم قتله هو الآخر، حتى هو قتلوه. لتنتهي بتلك الفترة، بتلك عفوا الفتنة الكبرى، معناها الفتنة الكبرى صحيح كملت، ويبدأ عهد الدولة الأموية مع معاوية ابن أبي سفيان الخليفة الأول، وين؟ في عهد الدولة الأموية. طب
أول تعليقكم خلينا ساعة ما نخرج من الموضوع. إذا ظهور الإسلام في سنة 610 وين؟ في شبه الجزيرة العربية وتحديدا في مدينة مكة. وقد مرت الدعوة الإسلامية بمرحلتين، المرحلة الأولى كانت سرية ودامت 3 سنوات وشملت كل ما يثق به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أول من آمن به رسولا زوجته خديجة رضي الله عنها. وشكون آخر؟ وابن عمه علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق. أما المرحلة الثانية فهي الدولة الدعوة العلنية، هذه اللي حبيت نحكي لكم عليها، معناها العلنية أعلنوا، كانوا معناها سرا يعني خوفا من قريش، بعد علنيا التي دامت مدة أطول، لكن لم يستجب لها إلا البعض من أهل مكة أبرزهم عمر بن الخطاب، هذا إضافة إلى عدد المستضعفين من العبيد. العبيد هم كانوا يشروهم بالفلوس، عبيد يشروهم بالفلوس باش يخدموهم، بينما تشبث أغلبهم بمعتقداتهم السابقة فرفضوا الدعوة الإسلامية وعملوا على مناهضتها، إذ ضايقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا على عزله، كما اضطهدوا المسلمين ونكلوا بالضعفاء. أمام هذا الوضع هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة لأنها بلاد آمنة يحكمها ملك عادل، ليس عاجل، عادل، بينما حاول الرسول عليه الصلاة والسلام الاتصال ببعض القبائل العربية علها تدخل الإسلام لعلها تدخل الإسلام حتى توفر له الحماية اللازمة ليواصل دعوته، لكن هذه القبائل رفضت كلها الدعوة ما عدا الأوس والخزرج من مدينة يثرب لهم الأنصار، مما يسر للنبي والمسلمين الخروج من مكة والهجرة إلى الخزرج من مدينة يثرب، مما يسر للنبي والمسلمين. هاجر عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب اللي هي المدينة المنورة، ومن وقتها ولينا نعد 1 هجري 2 هجري 3 هجري 4 هجري 5 هجري، وصارت غزوات فيها وتوفي الرسول، صارت حجة الوداع وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم عام 11 هجري وحجة الوداع كانت عام 10 هجري. إن شاء الله يا رب استفدت، والسلام عليكم.